بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة الأسبوع الثالث راح تكون على Anatomy and Physiology of Diencephalon. Diencephalon. What's the definition of diencephalon? This part of the brain located above the midbrain and between the lower part of two cerebral hemispheres. يبقى لو نخطط مع بعض الدينسيفالون بيكون هو جزء من البرين موجود اعلى للميدبرين above the midbrain and between the lower part of two cerebral hemispheres. هنا midbrain هاي البونز ميدالا أبلنجادا. يقول هاي عندي البرين ستيم عبارة عن midbrain بونز وميدالا أبلنجادا، بعدها بيجينا اللي هو سباينال كورد. سباينال كورد. طيب نرسم باللون الأزرق اللي هو الدينسيفالون. هاي عنا الدينسيفالون احنا رسمنا ثالاموس هنا اللون الأزرق هو دينسيفالون، هو عبارة عن إيه؟ دينسيفالون. اللي موجود هان هذا ثالاموس، تحته سب ثالاموس، في الأمام ولا تحته هايبو ثالاموس. في الخلف وأسفل بيكون ميتا ثالاموس، في الخلف وأعلى سب ثالاموس. يبقى هنا خططنا اللي هو دينسيفالون باللون الأزرق. هنا اللون الأحمر هو عبارة عن بيتيوتري جلاند. و with brain pons and medulla oblongata brain stem. يقول في الحالة هذه نكمل انه ال definition of diencephalon هو عبارة عن part of the brain which is located above the midbrain اعلى من المدبرين. هاي عنا midbrain pons ميدالا أبلنجاتا. يقول هو جزء يكون أعلى من مين؟ من اللي هو ميدبرين located above ميدبرين and between the two cerebral hemisphere lower part. طيب لو تكلمنا على الإمبريولوجي، من وين الإمبريولوجي of diencephalon؟ متذكرين شيء اسمه prosencephalon؟
بروسينسيفالون بيعطينا جزئين, بيعطينا داينسيفالون and تيلينسيفالون. تيلينسيفالون تعطينا اللي هو سيريبرال هيمسفير وبيزن نوكليار. اما داينسيفالون راح نتكلم عنه في محاضرة اليوم. Cavity of diencephalon is third ventricle. يقول cavity of diencephalon is third ventricle. لما تكلمت على cavity of cerebral hemisphere قلنا cavity of cerebral hemisphere is lateral ventricles. هذا هو المكان تاع diencephalon, located above midbrain and between the lower part of two cerebral hemispheres. هذه الرسمة أنا رسمتها لكم هان. هاي عندنا الميد برين بونز ميدالا بلانجاتا سباينال كورد هان بيتيوتري جلاند. هذا هو الداينسيفالون, بتكون من ثالاماس ايبي ثالاماس وميتا ثالاماس سب ثالاماس هايبو ثالاماس. أنا نتكلم عنه في سلايد. يبقى عندي هاي الثالاماس أمامه بكون هايبو ثالاماس, تحته سب ثالاماس ميتا ثالاماس, هذا بالخطأ بس, وفوق وفي الجزء العلوي موجود اي بي ثالاماس. بتكون من خمس اجزاء. هلا البيتيوتري جلاند مرتبطه مع الهايبوثالاماس عن طريق انفندبولم, والكونكشن بتاع البيتيوتري جلاند راح تكون مع هايبوثالاماس. سيرفيسز اوف داينسيفالون, لما نتكلم عن سيرفيس اوف داينسيفالون له تو لاترال سيرفيس. Each lateral surface related to the internal capsule. اثنين lower surface. في عنا anterior part, middle part, posterior part. يبقى اتفقنا انه lateral surface بيكون بحد مين اللي هو internal capsule, واخص بيكون posterior limb of internal capsule. Lower part في له جزء anterior, middle و posterior. Anterior بيكون عندنا hypothalamus which connected with pituitary gland, تمام, من خلال infundibulum. Middle, inferior surface middle, بيكون عندنا subthalamus اللي بيعمل separation between the thalamus and midbrain. Posterior في الخلف في عنا ميتاثالاماس and epithalamus. ميتاثالاماس بتكون في lower part وابيثالاماس بتكون في upper part of a posterior inferior cervix. Upper cervix بيكون في upper cervix two thalami right and left, و third ventricle بيكون في الميدل. في عنا بيكون third ventricle موجود في الميدل. يبقى هو الكافيتي اوف داينسيفالون از third ventricle. هنا موجود حاجة بنسميها interthalamic adhesion. Interthalamic adhesion هي عبارة عن connection between right and left thalamus. واضح لنا هذا هو left thalamus, هذه axial cut, right thalamus, lateral بحد مين اللي هو internal capsule, وقلنا بنخص اكثر posterior limb of internal capsule. يبقى lateral surface بيكون مين عندنا اللي هو internal capsule, واكثر بيكون هي posterior limb of internal capsule. هذا lateral surface of diencephalon. طيب inferior surface قلنا من الأمام anteriorly بيكون hypothalamus, في الميدل بيكون subthalamus, و posterior بيكون metathalamus و epithalamus. اوكي okay.
لو ال superior cervus اللي هو نفسه الثالاموس مع مع ال third ventricle بيكون in the middle. طب إيش هذا هو؟ عبارة عن interthalamic adhesion connections between the right and left thalamus. من ايش بتكون سب او من ايش بتكون diencephalon او subdivisions of diencephalon؟ هاي هم رسمناهم من بداية المحاضرة. بتكون من thalamus, hypothalamus, subthalamus, metathalamus, epithalamus. هذول اجزاء هم الاجزاء اللي بتكون منهم diencephalon. نبدأ بالجزء الاكبر اللي هو thalamus. ايش هو thalamus؟ It is large void mass of gray matter. حوالي 4 سنتي لونج. Situated or located on each side of third ventricle. يبقى الكافيتي اللي بين الرايت والليفت ثالاموس هو اسمه third ventricle. Site. The thalamus located on each side of third ventricle. Immediately above the subthalamus and medial to the internal capsule وأدق medial to the posterior limb of internal capsule. Each thalamus has two ends إلى نهايتين, anterior end and posterior end. يبقى إلو anterior end و posterior limb. وإلو كمان four services. Four services. Superior service, inferior service, medial service, and lateral service. كمان مرة. Each thalamus has two ends. إلو نهايتين. Anterior end and posterior end. طيب ولو كم سيرفيس؟ ولو four services. Superior service من فوق, inferior service من تحت, medial service من الداخل, ولاترال service من الخارج. Part and relation of the thalamus. اتفقنا ان الثالاموس له anterior end اللي بنسميه توبيركل. وين موجود هذه التوبيركل؟ behind the interventricular foramen of Monroe. بتكون وين؟ خلف interventricular foramen of Monroe. واحنا عارفين interventricular of Monroe هو عبارة عن foramen between the lateral ventricle and third ventricle. الجزء الثاني posterior end أو بنسميه pulvinar. It is inferior service related to the metathalamus. يبقى في ال inferior service بتاع ال pulvinar موجود عندنا مين؟ metathalamus. metathalamus هنا واضح thalamus left and right, إلو anterior end وإلو posterior end. في ال posterior end في ال inferior service أو posterior end بيكون موجود عندنا مين؟ metathalamus. meta إيه؟ thalamus. هنا thalamus وهذه تعتبر interthalamic adhesion, وهذا الكافيتي كلهيته يعتبر ايه؟ third ventricle. third ventricle. الان نرجع ل services of the thalamus. اتفقنا انه اول شيء قلنا انه الثالاموس
located above subthalamus. هاي subthalamus وهي midbrain. واللي بيفصل بين الثلامس والميدبرين هو subthalamus. اوكي؟ يبقى الآن راح أبدأ في موضوع services of the thalamus. Service of thalamus في عنا superior service وفي inferior service ولاترال سيرفيس وميديال سيرفيس. نبدا منين؟ بسوبيريور سيرفيس. سوبيريور سيرفيس بتاع الثلامس. لاترال بارت وميديال بارت. اللاترال بارت هو يعتبر سنترال بارت اوف ذا لاترال فنتريكل اند بودي اوف كاوديت. يبقى هو يعتبر مين؟ البادي او سنترال بارت اوف لاترال فنتريكل والبادي اوف كاوديت يعتبروا لاترال سوبيريور سيرفيس. طب ميديال سوبيريور سيرفيس body of fornix and telecoroidea. ايش هي telecoroidea؟ هي جزء من ال pia mater بيحدث لها invagination بتفوت في الventricular system وبيكون فيها choroidal plexus وفيها ependymal cells تعمل production لمين؟ ل CSF. طيب inferior سيرفيس هاي الانفيريور سيرفيس من الامام هايبوثالاموس من الخلف شويه او في الميدل بيكون عندنا مين؟ سب ثالاموس. لاترال سيرفيس من الجنب بيكون عندنا بوستيريور ليمب اوف انترنال كبسول. بوستيريور ليمب اوف انترنال كبسول. طب ميديال سيرفيس بيكون لاترال وول اوف ثيرد فنتركل. It's connected to the contralateral thalamus by interthalamic adhesion. Interthalamic adhesion. سلايد هذا نعيده الآن. نعيده الآن. نيجي لمين؟ لـ superior service. Superior service قلنا في lateral part وفي medial part. Lateral part مش واضح كثير. بيكون هو عبارة عن البادي أو central part of lateral ventricle وبادي of كاوديت نوكلياس. الميديال بارت راح يكون عندنا البادي اوف فورنكس مع التيلاكورويديا. هذا الميديال بارت. طب نتكلم على ايه؟ على انتيريور سيرفيس. انتيريور سيرفيس راح يكون عندنا مين انتيريور سيرفيس؟ او الانفيريور سيرفيس. في عندنا الانفيريور سيرفيس من الانتيريور من الامام راح يكون عندنا اللي هو هايبوثالاموس في الانتيريور. في الخلف راح يكون عندنا سب ثالاموس. طيب لاترال سيرفيس من الجناب راح يكون عندنا بوستيريور ليمب اوف انترنال كبسول. بوستيريور ليمب اوف انترنال كبسول. طيب اوكي. طيب اللي هو ميديال سيرفيس راح يكون لاترال وول اوف ثيرد فنتريكل. احنا هنا شفنا سوبيريور سيرفيس، شفنا ايش؟ انفيريور سيرفيس. شفنا الانفيريور سيرفيس من الامام راح يكون هايبوثالاموس ومن الخلف راح يكون ايه؟ سب ثالاموس. طب اللاترال سيرفيس هنا واضح اللاترال سيرفيس. هي عندنا اللي هو ليفت ثالاموس وهذا رايت ثالاموس. راح يكون عندنا اللي هو البوستيريور ليمب اوف internal capsule. هي بتحد الثلامس laterally. يبقى هذه هي اللي هي اللاترال سيرفيس. طب ميديال سيرفيس راح يكون عندي اللي هو اللاترال وول اوف ثيرد فنتريكل. لاترال وول اوف ثيرد فنتريكل. هيك انا اتكلمت معكم على سيرفيسز اوف ذا ثلامس. سوبيريور، انفيريور، ميديال، لاترال. بدأنا في موضوع شوية زنخ اللي هو النوكلياي اوف ذا ثالاموس. موضوع جاف شوية. نوكلياي اوف ثالاموس. بارت اند نوكلياي اوف ذا ثالاموس. أول جزء في anterior part بنسميه توبيركل. وفي posterior part بنسميه
بولفينار وفي ميديال بارت وفي لاترال بارت. نشوف بصورة هاي اقسمهم هان لكم مع بعض. هذا بنسميها internal medullary lamina. internal medullary lamina هذه internal medullary lamina. هذا المكان هو عبارة عن interthalamic adhesion. يبقى هذا عندي على سبيل المثال نقول رايت ثلاموس وهاي الليفت. اوكي ايش الاجزاء الموجوده في الثلاموس؟ في انتيريور بارت. هيو انتيريور بارت وين بيكون موجود الانتيريور بارت؟ between the anterior limbs of the internal medullary lamina. هاي واحد الجزء الاول anterior part. الجزء الثاني posterior part او pulvinar. وين موجود؟ between the posterior limb of the internal medullary lamina. وفي عندنا lateral part. اكبر شيء lateral part. وين بيكون موجود lateral part؟ lateral to the internal medullary lamina. وفي عندي medial part بيكون medial to the internal medullary lamina. هيك احنا قسمنا الثلمس لاربع اجزاء: anterior part, posterior part او pulvinar, و lateral part و medial part. وهنا ننطلق الان ونتكلم على النوكليي of each part of the thalamus. يبقى هنا عندنا anterior part او tubercle موجود وين؟ between the two anterior limb of the internal medullary lamina زي ما تكلمنا. ايش موجود في anterior nucleus؟ سهل هذا. ايش موجود في anterior nucleus؟ نيجي للposterior part الخلفي اللي بنسميه pulvinar. وين موجود؟ between the two posterior limb of internal medullary lamina. ايش موجود في pulvinar of thalamus. سهلين هذول الانتيريور بارت والميديال بارت. طيب ميديال بارت located medial to the main stem of internal medullary lamina. يبقى نكون medial لمين؟ لا internal medullary lamina. ايش موجود في medial dorsal nucleus او بنسميها medial nucleus. في كمان midline nucleus. في عنا centromedial nucleus او intralaminar. هذول يعتبروا non-specific nuclei لانه موجودين وين؟ في اللامينا نفسها او في النص في الجزء اللي هو بين الرايت والليفت ثلاموس. هذول يعتبروا non-specific nuclei. طيب بقدر اقولهم هذول موجودين في الميديال بارت او في اللاترال. هذول بسمي نون سبيسيفيك جايين وين؟ في اللامينا نفسها او في اللي هو انتر ثلاميك ادهيجنز. طب لاترال بارت موجود في اللي هو وين موجود لاترال بارت؟ It is the large part of the thalamus. بيكون لاترال للمين ستيم اوف انترنال ميدالري لامينا. ايش موجود في هذا؟ لاترال دورسال. شوف الزناخه وين هنا؟ شوف الزناخه كيف بتصير. lateral dorsal lateral posterior. طب هو posterior dorsal ما علينا هيك سموهم lateral dorsal و lateral posterior. ventral anterior يا عيني ventral anterior. طب ما هي ventral anterior بس في ventral ثانية ventral lateral لأنه الventral لها أكثر من جزء. ventral هي ventral nucleus لكن لها جزء أمامي اسمه ventral anterior وجزء جانبي
ventral lateral وجزء خلفي ventral posterior. اوكي طب الventral posterior لها جزئين ventral posterior lateral او بسميها posterior lateral ventral ولا جزء ثاني posterior medial ventral. اوكي وفي عندنا ventral intermedial. شوفوا ما اصعبهم قلت لكم في زناخة في هذه اللاترال بارت اللاترال بارت شوية زنخ شوية اسمها النوكلياير فيه في عندنا لاترال دورسال نوكلياس وفي لاترال بوستيريور وفي فنترال انتيريور وفنترال لاترال وفنترال بوستيريور يبقى في عندنا جزئين نحفظهم سهل لاترال دورسال ولاترال بوستيريور هاي أول جزء الثاني جزء الفنترال الفنترال منقسم لفنترال انتيريور وفنترال لاترال او ventral posterior. ال ventral posterior بنقسم لجزئين medial and lateral والجزء الاخير اللي هو ventral intermedial. اوكي هنا الثلمس وهي على سبيل المثال lateral posterior و lateral dorsal هي ventral posterior ventral posterior ventral posterior lateral ventral posterior medial ventral intermedial و ventral lateral و ventral medial هاي تقسيمة ايش النوكلياي الموجودين في الثرمس في الانتيرو بارت بيكون انتيرو النوكلياس والبوستيرو بارت بيكون في البولفينر هنا في عنا ميديال نوكلياس او بنسميها ميدلاين نوكلياس جاية بين الليفت والرايت ثرمس وفي داخل اللامنة موجودة حاجة اسمها انترا لامينر نوكلياس بتكون داخل اللامنة داخل الانترنال ميدالري لامنة الان اتكلم على functional classification of the thalamic nuclei ايش وظيفة النوكلياي هذا الموضوع الثلمس موضوع كبير ممكن نقعد فيه ساعتين لوحده نتكلم في الثلمس لكن انا اختصرته sensory part sensory part راح ناخده ان شاء الله في محاضرة sensation and pathway of somatic sensation في عنا posterior lateral ventral nucleus و posterior medial ventral nucleus الفانكشن تبعتهم يعتبروا thalamic center for body sensation و thalamic center for face and taste sensation اذا بمر في الميديال اللي هو السنسيشن الجايه من الفيس والتانج والتيست سنسيشن facial sensation وبمر في البوستيريو لاترال فنترال سنسيشن اللي جايه من مين من اللي هو البودي على سبيل المثال ميديال لمينيسكس سباينال لمينيسكس انا بمر وين في البوستيريو لاترال تمام لكن الترايجيمينال لمينيسكس اللي جاي من الفيس ومن التيس راح تمر وين انا في البوستيريو ميديال فنترال نوكلياس اوكي الجزء الثاني الليمبك بارت هنا بيكون عندنا انتيريور نوكلياس وميديال دورسال نوكلياس هذول وظيفتهم اللي هم علاقه بسميل فانكشن سميل function اللي بعدها motor nucleus هذه لها موجودة عبارة عن ventral anterior و ventral intermedial لهم علاقة ولهم connection مع cerebellum و globus pallidus بربطوهم مع مين مع area 6 secondary motor area موجودة في frontal loop في multi modal او بسميه association area مثل pulvinar lateral posterior ولاترال دورسال لهم علاقة بعملية الربط association area in the parietal loop لهم علاقة بالparietal loop أكثر وفي non specific nuclei reticular تمام و midline و intralaminar هذه nuclei receive afferent from the reticular formation and brainstem و send efferent pathway and send fibers to the cerebral cortex هذا هو النون سبيسيفيك نوكليار طب لما نتكلم على what's the function of thalamus thalamus يعتبر gray relay station of sensory pathway تقريبا كل sensory pathway بيمر وين في الثلمس ما عدا او بيعملوا relay في الثلمس ما عدا السميل ما بيعمل ريلي بس في كونكشن مع الثلمس رح اتكلم عنه الفيجن بيعملش ريلي كمان في الثلمس
ما بيمر في الثلمس، بيروح لوين؟ للميتاثلمس. لأي جزء؟ lateral genicolate body. كمان الهيرينج ما بيعملش ريلي وين؟ في الثلمس. بيعمل ريلي وبيمر وين؟ في الميتاثلمس، أدق في الميديال جينيكوليت بادي اوف ميتاثلمس. يبقى يعتبر هو great relay station for all sensory pathway except اللي هو الهيرينج والفيجن وسميل، مع انه في دراسات حديثة بتقول لك انه يعتبر relay station for pathway of smell، لكن لما نتكلم على pathway of smell راح نقول انه ما بيعمل ريلي في الثلمس، لكن له good connection with thalamus. لكن في دراسات جديدة قالت لك انه الفاكتوري سنسيشن تعمل ريلي في الثلمس، يعني اختلفوا شوية في موضوع السميل سنسيشن. الوظيفة الثالثة intralaminar and midline nuclei are center for perception, crowd sensation and slow pain from the opposite side. ان شاء الله في محاضرة السنسيشن راح اشرح لكم الباثوي اوف سنسيشن، ومن ضمنهم البين سنسيشن. بين سنسيشن بنقسم الى قسمين، slow pain and fast pain. والكروت تاتش بنقسم لقسمين، fine touch اللي هي good localized touch sensation مثل ابره دبوس، و poor localized touch sensation هذه بنسميها crowd touch. crowd touch في الحاله هذه الكروت تاتش والسلو بين ما بيصلوا الى الكورتكس للسيريبرال هيمسفير، المركز تبعهم يعتبر ثلمس. يعتبر ايه؟ ثلمس. يبقى الكروت تاتش والسلو بين وين؟ الكورتيكال اريا، ما بينتهي في الكورتكس، بينتهي في سب كورتيكال اريا. وين؟ في الثلمس. يبقى الثلمس يعتبر سنتر فور ا كروت تاتش سنسيشن اند سلو بين. اربعه نون سبيسيفيك نوكليايا يعتبر ريلي ستيشن ان ذا اسيندينج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، لهم علاقه بالريتيكولار فورميشن وبال اسيندينج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، راح نتكلم عنها في محاضره الفيسيولوجي اوف برين ستيم، ولهم علاقه بالريجوليشن اوف كونشسنس ليفل اند سليب. يبقى الثلمس له دور في موضوع درجه الوعي والنوم، عشان هيك مرضى اللي عندهم بيحدث معهم جلطات دماغية، الأهل بيشكوا دائما إنه مريضنا نايم، مريضنا دائما مسطل نايم مش صاحي كويس. ليه؟ لأنه الثلمس له علاقة بالريجوليشن أوف كونشسنس أند سليب. خمسة ريجوليشن أوف إيموشن وريسنت ميموري، والثلمس له علاقة بالريجوليشن أوف العاطفة الإيموشن وريسنت ميموري والذاكرة الحديثة. regulation of high intellectual function behavior and personality. اوكي طب لو حدث دامج في الثلمس، جلطه دماغيه في الثلمس، بيعطينا سيندروم اسمه ديجراين روسي سيندروم. ايش بحدث هنا؟ الان صعب عليكم تفهموا ليش حدث، لكن كله مع مرور الوقت ان شاء الله، ولما اشرح لكم الباثوي اوف سنسوري راح تفهموا ليه. بحدث loss of superficial sensation from the opposite side of the body، لانه الفايبرز بتاعت السنسيشن سوبرفيشال بتعمل ديكاسيشن على الاوبوزيت سايد، بتمر بالثلمس، انضرب الثلمس يبقى السنسيشن لوست على الاوبوزيت سايد. اثنين كونترالاترال loss of sensation اللي هو ديب سنسيشن بنسميها، يبقى كونترالاترال سنسوري اتاكسيا ديو تو loss of ديب سنسيشن. نفس الشيء الديب سنسيشن بتاع الجوينت والمسل بيطلع على نفس السايد، بعدها في الميدالة البنجاتا بيعمل كروسنج وبيروح للاوبوزيت سايد اوف ثلمس. يبقى حدث دامج في الليف ثلمس، لوست ديب سنسيشن على الرايت سايد. كونترالاترال ثلاميك بين نفس الشيء، بيحدث الم في الجهه المعاكسه. ايموشنال لايبيليتي انفولنتري موفمنت، لانه تكلمنا انه الثلمس بيلعب دور في الربط بين السيربيلم وجلوبوس باليداس مع اريا 6 في الفرونتال لوب. امبيرد كونشسنس ليفل، وبيكون في اضطراب في درجه الوعي. الان اتكلم على الجزء الثاني من الداينسيفالون، هو ميتاثلمس. ميتا ايه؟ ثلمس. ايش هو الميتاثلمس؟ هو عباره عن هيو بارت اوف داينسيفالون،
which is attached to posterior inferior service of thalamus. كم جزء في الميتاثالاموس؟ إله جزئين. إله medial geniculate body and lateral geniculate body. إيش وظيفة medial geniculate body؟ إلها علاقة بالauditory function بhearing. طب إيش وظيفة lateral geniculate body؟ إلها علاقة بvisual function بالvision. نبدأ الآن بmedial geniculate body of metathalamus. Attached to the posterior inferior service of thalamus. يبقى وين موجودة؟ في posterior inferior service of thalamus. وين بتكون؟ lateral to the superior calculus of midbrain. أنا بعرف في أسماء جديدة عليكم كثير، لكن مع مرور الوقت وإحنا ندرس في البرين ستيم والميدبرين راح كل أسماء هذه تعرفوها. يبقى وين موجود؟ موجود في posterior inferior service هيو of the thalamus. اوكي بيكون lateral لوين؟ لا superior calculus of midbrain. طب مرتبط مع مين؟ is connected with inferior calculus by حل by a brachia of inferior calculus. يبقى في ذراع للinferior calculus. هذا الذراع بتاع الinferior calculus بيربط الinferior calculus مع مين؟ مع medial geniculate body. وظيفتهم قلنا main function auditory function. ايش هي؟ يبقى hearing. It receives auditory impulses from the lateral meniscus and inferior calculus. بعد هيك send auditory fibers or radiation to the superior temporal gyrus لأريا 41-42 اللي تعتبر مركز السمع. مركز السمع. يبقى كمان مرة medial geniculate body موجودة في posterior inferior service of the thalamus بتكون lateral superior calculus of midbrain إلها connection مع inferior calculus of midbrain بواسطة brachia of inferior calculus. هذه medial geniculate body بتأخذ الإشارة من inferior calculus ومن lateral meniscus اللي هو جاي من الكوكليار نوكلياي of the brain stem. بعد هيك هذا الميديال جينيكوليت بادي راح تسلم auditory fibers او بنسميهم auditory radiation بمره من sublenticular part of the internal capsule يعني من بصير الليمب of internal capsule وبتجه الى لوين؟ لسوبيريور تيمبورال جايروس. هناك موجودة اريا 41 and 42 هذه وظيفتها كورتيكال سنتر فور هيرينج. هيك بكون اتكلمت لكم على ايه؟ على الميديال جينيكوليت بادي. الان نتكلم على ايه؟ لاترال جينيكوليت بادي. اذا تكلمت في الميديال جينيكوليت بادي على انها هيرينج فانكشن اوديتوري فانكشن، الان لاترال جينيكوليت بادي راح تكون وظيفتها فيجوال فانكشن فيجن. يبقى اتاتشد هيها نفس الشيء على البوستيريور انفيريور سيرفيس اوف ذا ثالاموس لانها ايه؟ جزء من الميتاثالاموس. وين بتكون اللاترال؟ اكيد راح تكون لاترال للميديال جينيكوليت بادي. طب لو قلنا لك وين الميديال جينيكوليت بادي؟ راح تكون ميديال لللاترال جينيكوليت بادي. اوكي اتس كونكتد تو ذا سوبيريور كاليكولاس. هناك كانت كونكتد مع مين؟ مع انفيريور كاليكولاس. هنا كونكتد مع مين؟ مع سوبيريور كاليكولاس باي brachia of superior calculus. سهلة. يكون هنا مرتبطة مع مين؟ مع superior calculus عن طريق brachia of superior calculus. وظيفتها receive visual impulses from the optic tract and connected with superior calculus. بعد هيك هذه lateral geniculate body بترسل لنا fibers او بنسميهم optic radiation اللي بمروا عن طريق ال retrolenticular part of internal capsule وبتجهوا هذول الاوبتيك راديشن من البارايتال لوب بمروا في البارايتال لوب وبمروا في التمبورال لوب وبتجهوا للايش؟ للاوكسيبيتال لوب وين بينتظرهم اريا 17 ومن 17 الاشاره بتتجه الى 18 و19 راح تدرسوهم ان شاء الله بالتفصيل. هذا هو اللاترال جينيكوليت بودي. يبقى هنا عندنا بيكون عندنا الميتاثالاموس
ميتا ثلامس له جزئين، جزء اسمه لاترال جينيكوليت بادي بيكون مور لاترال، وجزء اسمه ايش؟ ميديال جينيكوليت بادي بتكون مور ميديال. مور ميديال. هنا واضح؟ هي عندي لاترال جينيكوليت بادي، وهنا ميديال جينيكوليت بادي. اللاترال تكون مرتبطة مع مين؟ مع سوبيريو كاليكولاس عن طريق بريكيا او سوبيريو كاليكولاس، والميديال بتكون مرتبطة مع الانفيرو كاليكولاس عن طريق ايش؟ بريكيا اوف انفيرو كاليكولاس. نرسمهم نوضحهم اكثر. هان هي عندي لاترال جينيكوليت بادي، وهان عندي ميديال جينيكوليت بادي. الميديا راح ترتبط عن طريق بريكيام اوف انفيريور كاليكولاس بمين؟ بنفس الانفيريور كاليكولاس اوف ميد برير. طيب واللاترال جينيكوليت بادي راح ترتبط مع السوبيرو كاليكولاس عن طريق بريكيام اوف سوبيرو كاليكولاس. هيك الكونكشن بين الميديال واللاترال جينيكوليت بادي مع سوبيريور اند انفيريور كاليكولاي اوف ذا ميدي برين. واضح؟ انا عندي اللي هي لاترال جينيكوليت بادي، وهنا ميديال جينيكوليت بادي، هنا عندي سوبيريور كاليكولاس وهنا انفيريور كاليكولاس. بعدها الجزء الثالث اللي هو اي بي ثلامس، بنتقل له في الجزء الثاني من المحاضرة. هيك بكون أنا خلصت لكم الجزء الأول من محاضرة الداينسيفالون. دمتم بخير.